من جديد، نفت الإمارات العربية المتحدة منح أي امتياز لشركة قطر للبترول. وقال مصدر إماراتي مسؤول لوكالة الأنباء الإماراتية إن حقل بندق مملوك مناصفة بين إمارة أبوظبي وقطر نظرا لموقعه الجغرافي، وأوضح أن إدارته تتم من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على 4 عقود، حيث تم مؤخرا تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط. كما أكد المصدر أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.